بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ أنا محمد أنديل، زميلكم من جامعة الزقازيق. And today is a video I've been promising you guys for a while. معلش يعني هو it took some time to do، بس الحمد لله it's finally done. And that is your US Clinical Experience Unofficial Guide. وكلمة unofficial دي أنا قصدها لأن دي حاجة ماهيش يعني لا أكثر ولا أقل من إنها تكون my own experience، مش حاجة evidence based، مش حاجة تستخدمها ك reference. فيعني ايه do not rely on this video as your primary source. If you do you probably make a lot of mistakes. ف يعني it's a good video، بس يعني ايه خليك كده بتسمع، خد الحلو منه وسيب الوحش. ف في الأول أحب أقول يعني thank you very much لل beautiful beautiful group بتاعنا، جروب إمتار، اللي هو يعني بجد يعني غيرنا انا شخصيا من نواحي كتيره جدا، من الناحيه الشخصيه، من الناحيه العلميه، وحتى تفكيري اتغير تماما. يعني محمد قنديل قبل امطار غير محمد قنديل بعد امطار. فبجد ان شاء الله يعني امطار يعني تدنا تزيد وتزيد وتعلى لغايه لما نبقى نسمع عنها كده في الجرايد والتلفزيون باذن الله. واحب اخص بالشكر طبعا دكتور محمد صلاح سليمان الليدر بتاعنا والجاد فادر. انا عارف ان هو ما بيحبش الكلمه دي وبيقول عليها خزعبلات وكده، بس يعني هي ريلي از، وما شاء الله عليه بيدينا دروس في الليدرشيب والعطاء والاستمراريه، وربنا يديله الصحه يا رب ويكمل معانا كده لغايه لما امطرت بحاجه كبيره كده ان شاء الله. وثانيا احب اشكر دكتور شريف بدوي حبيبي وبلدياتي واللي ظبطني لما كنت هناك. يعني بأمانة يعني يمكن لو ما كانش دكتور شريف معايا هناك كان زماني رجعت من أول أسبوع. فكان على طول هو بيلحقني كده ويصبرني على هناك يعني، وكان على طول بالنصايح بتاعته لما اتزنق في حاجة يقول لي على طول، وكان بأمانة نصايحه كلها في الجون يعني. فمتشكرين ألف شكر دكتور شريف، وإن شاء الله نشوفك من قريب كده بإذن الله هنا أو هناك. وثالثا أحب أشكر دكتور أحمد الخناني اللي هو يعني أقول إيه أنقذنا من ظلمات الجهل بالدوكيمنتس الرهيبة اللي هو بيعملها. وما شاء الله يعني الدوكيمنت بتاعه بتاع الإلكتيف يعني ليه it's all what you need. يعني أنا قريت الدوكيمنت ده مرة واثنين وثلاثة، وكل ما أقراه كل ما يعني إيه the more you read it the more you get out of it which is a sign يعني for a good article. ف الدوكيمنت ده اقروه وذاكروه كويس وخلوه معاكم. وإن شاء الله ربنا يبارك دكتور أحمد وحظ سعيد في النيابة بإذن الله. وأخيرا وليس آخرا حبيبنا كلنا الدكتور نزار صالح اللي هو يعني عمل لنا الفيديو سيريز بتاعته على الاكسبيرينس بتاعته لما عمل إلكتيف. وبصراحة الاكسبيرينس دي كانت بالنسبة لي كانت دافع معنوي كبير جدا، كنت خلاص بطلت أو يعني بدأت أزهق من التدوير وكده. فجات الاكسبيرينس دي شجعتني اكتر وادتني مور انسايت عن ازاي الدنيا ماشيه، ازاي يكلم الناس حاجه كده واحده واحده. فاستفدت منها كتير. ودكتور نزار ساعدني انا شخصيا في حاجات كتيره قوي، في البيبر ورك بتاعي وفي الفيزا والكلام ده كله. فانا شاكر ليه جدا، و مش عايز انسى حد من الجروب بامانه. كل الناس اللي في الصوره دي ليهم افضال علينا كتير جدا، دكاترتنا الكبار، وربنا يا رب يبارك لهم ونقدر نرد جزء من جمايلهم عليهم. فدي الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. معلش هو هيبقى يعني ممكن يكون برزنتيشن طويل شويه، بس انا مش عايز اسيب حاجه يعني ما اقولها لكمش ممكن اي حد يستفيد بيها. فهنقسمه 4 سيكشنز. هيبقى أول سيكشن أتكلم فيه عن اللي حصل معايا، ماي ستوري كده، رحت ازاي وجيت ازاي وعملت ايه هناك. وبعد كده هنراجع على ال FAQs، عشان أنا متأكد إن أنا بعد ما أعمل الفيديو ده، هو طبعا الموضوع الناس اتكلمت فيه جزاها الله خيرا واستفادوا يعني، فأنا مش عايز أكرر حاجة، فهدخل في الموضوع على طول، مش هقول الحاجات اللي اتقالت قبل كده. فمش عايز حد بعد ما اعمل الفيديو يجي هيقول لي هي ايه الالكتيف دي، ولا يكون لسه يعني مبتدئ ما اعرفش. فهو مش ها مش ها يعني مش هقول الكلام ده، هوريكم بس تجيبوا الحاجات منين.
من امتار او من بره امتار، وتجيبوها ازاي. تالت سيكشن، وده السيكشن اللي هيكون اكبر سيكشن ان شاء الله، ده اللي هتكلم فيه على اللي هو تعمل ايه وانت هناك، او ازاي تتصرف عشان تبقى يعني تظهر بمظهر كويس، يعني تقارب، نحاول نقرب طلب المصريين الى مستوى الطالب الامريكي او يعني الانترن. فعشان ايه، ودي الجزئيه اللي انا هتكلم بيها عليها اكتر حاجه يعني ان شاء الله. اخر حاجه هتبقى دي ميث وفاكتور روز ليف باي، دي هتبقى يعني مجرد نصايح وحاجات انا لقطتها كده في السكه، ناس قالهم لي اصحابي ولا ريزيدنتس ولا اتندنجز او فيلوز او اي حاجه، او اتعلمتها من اكسبيرينس كده، ودي كان يعني كان نفسي حد يقولها لي قبل ما اروح هناك، كنت هستفيد بيها جامد يعني. فالفيديو بتاع النهارده هيبقى مينلي هيبقى ماي ستوري، وهو تقريبا هيبقى ساعه، ف يعني اللي مش انترستد ولا مش عايز خلاص ممكن ما تسمعش الفيديو ده، تبقى تسمع الفيديوهات الجايه ان شاء الله، اللي هي تبقى بالذات السكشن ده هو اللي هيبقى فيه الكلام الكبير. ف let's start. فالمهم انا بدأت من هنا اهو، من مصر، وانا في سنه خمسه، في امتحان سنه خمسه، وانا كنت يعني ايه I have had it مع السيستم المصري، اللي هو بقى المذاكره والحفظ وندخل نتص في الامتحانات وكده، even though I was doing good يعني في الكليه. فعرفت بصراحه بالنظام، وساعتها قلت هشوف صرفه تانية، وبعدين افتكرت امتار، كان واحد صاحبي قال لي عليها، فدخلت اسمع اللي هي الجود اولد فيديوز اللي احنا كنا اللي كانت معموله الجميله القديمه دي اللي هي على دمدم. وفعلا سمعت الفيديوز وكانت جميله قوي، واستفدت منها، وعجبني السيستم في امريكا، الريزيدنسي والريسيرش والنظام التدريب هناك وكده. فقلت خلاص انا السيستم ده عجبني، وسمعت كلام دكتور محمد حجازي جزاه الله خيرا على الإلكتيف، ان هي حاجه دي للستودنتس وان المفروض محدش يضيعها. فقلت والله فرصه كويسه، والموضوع ابيل تو مي قوي يعني، وقلت انا لازم ابدا ادور. وكان هو ادانا شويه لينكس كده وحاجات ندور فيها، فانا كنت بدات بيها، بس للاسف هي يعني على الوقت اللي انا كنت بدات اسمع فيه الفيديو كانت يعني ايه somehow out of date، فكنت confused الاول ازاي الموضوع، ازاي اللينكس دي يعني مش up to date ولا مش شغاله قوي زي ما هي supposed to work يعني. فالمهم كنت تايه شويه، بعدين عرفت ويب سايت اسمه ميداديا او omartarik.com، ده ويب سايت جميل جدا، هو عامله ناس باكستان وحاطين فيه بصراحه يعني awesome experiences وكلام كويس جدا، فوسع لي مداركي شويه. بس كنت لسه برضو ايه تايه في مرحله عشان الحاجات حتى بتاعتهم كانت relevant لباكستان، ما كنتش اعرف لسه عندنا هنا البيبر ورك بتعمل ازاي ولا كده. فلغايه لما جه الدكتور احمد الخناني وحط لنا الدوكيومنت الجميل بتاع الالكتيف على الجروب، فساعتها بدات الصوره توضح بالنسبه لي، بدات اعرف الحاجات بتتعمل من مصر، وبدات اعرف حتى الدنيا ماشيه ازاي هناك اكتر، الموضوع عامل ازاي الستودنت ده متوقع منه ايه ولا بيشتغل ازاي. فدي كانت بدايه يعني البدايه الحقيقيه ليا، لما بدات بقى افهم ودنيت ادور واشوف بدات بقى اعمل الليسته بتاعتي، اللي هي اشوف الريكويرمنتس بتاعت الجامعات، واذا كنت في الفيلنج للكريتيريا ولا ما كنتش في الفيلنج، لو في الفيلنج للريكويرمنت بتاعتهم كنت بقدم، مش في الفيلنج ما كنتش بقدم. بعديها لقيت الموضوع ده مش نافع، حتى اللي هو بقى اعمل لسته واكمل وكده، وجت ساعتها بقى الفيديوز بتاعت دكتور نزار اللي هي ادتني برضو more insights عن ازاي ان الواحد يقدر يعني ايه يدور كويس، وازاي هو جاب البوزيشنز اللي هو كان راحها. فبدات بقى من ساعتها ابعت ايميلات لكل الناس بقى، ما فيش حد مثلا عايز ستيب 1 ومش معايا ستيب 1 ما قدمش، لا كنت ببعت لهم ايميل واقول لهم ان انا مثلا خدت 3 years basic science في الكليه بتاعتي، ينفع تعملوا لي ويف لستيب 1 ولا لا؟ طيب انا مرتب على الدفعه بتاعتي، ينفع تعملوا لي ويف؟ الكلام ده كنت يعني بحاول get around يعني any requirement by any means يعني. ف
وبدأت برضو بعد كده أتصل بالناس، لأن لقيت إن الاتصال أسهل من الإيميلات. في ناس كتير ما بتردش على الإيميلات، بس لما كنت بتصل كنت بجيب يعني ريسبونس على طول يعني. فبدأت أتصل بالناس وبدأت أقابل ناس في مصر هنا، أعرف عملوا إيه وراحوا فين بالظبط، أنهي كليات، أنهي جامعات اللي راحوها، الريكويرمنت اللي كانت طلبت منهم وكده. وخلاص بدأت بقى أقدم زي ما قلت لكم، ما كنتش حاجة توقفني، كنت بقدم على كل حاجة. ف لغاية لما جالي الأكسبتنس الحمد لله في شهر 7، شهر 7 اللي هو نفس سنة إيه ونفس سنة ستة ونفس سنة قصدي وأنا في امتياز، وأنا في امتياز شهر 7، وكان جالي الأكسبتنس على شهر 9، إن أنا هبدأ 1/9. فده يعني شوف درس من للناس اللي هي بتبعت ايميل او اتنين وتجيف اب، او تقدم ابلكيشن او اتنين وتجيف اب. انا كنت بدور اهو من يعني امتحانات 5 لغايه شهر 6 في امتياز، يعني حوالي سنه ونص اهو. وكنت بصراحه يعني ما بكسلش يعني، كنت الايميلات دي يعني كنت بصبح بايميلات واتمسى بايميلات بامانه. فالحمد لله جالي الاكسبتنس ورحت على، كان اول محطه ليا كانت نيويورك في كولومبيا يونيفرسيتي نيويورك بريسبيتيريان هوسبيتال. ودي كانت الحمد لله يعني واحده من طبعا كولومبيا دي ايفي ليج يونيفرسيتي، وبريسبيتيريان هوسبيتال دي واحده من الهايلي رانكد يعني هوسبيتالز في يو اس. وانا ممكن اقول لك سهل عليا اقول لك ان انا كنت مثلا كانديديت وهمي والسي في بتاعي ملوش حل، والدكاتره هناك بيتهافتوا عليا ومش عارف ايه، عشان كده بقى يعني اكسبتد في ايفي ليج يونيفرستي وكده. بس يعني اي وود بي لاينج بصراحه، لان انا يعني ما عملتش حاجه يعني اكستراوردينري ولا يعني حاجه، هي بس والله العظيم يعني شويه بيرسيستنس و جود كوميونيكيشن سكيلز و بروفيشناليزم بس على كده. والحمد لله جالي البوزيشن ده بكده يعني، مش حاجة مش أكتر من كده يعني. فالمهم رحت على نيويورك، خدت شنطتي وسافرت، نزلت نيويورك. وكانت بصراحة خضة في الأول كده، كنت مخضوض. أنا اتخضيت أول ما طلعت بالعربية من بيتنا هنا رايح المطار، بس أول لما نزلت نيويورك انصدمت يعني بصراحة. كنت مش عارف، يمكن ده الأدجستمنت ديس أوردر اللي بيقولوا عليه. بس المهم استضافني عنده دكتور شريف 3 أيام كده، لغاية ما لقيت سكن جنب الجامعة الحمد لله. ورحت، ما كانش عاجبني الموضوع قوي يعني، حوار الشيرد والكلام ده ما كنتش مستريح له في الأول، بس بعد كده حبيته. رحت، أنا كان مفروض رايح هناك قبليها، قبل ما الروتيشن تبدأ ب 15 يوم. فلانهم كانوا قالوا لي ان احنا عايزين نعمل لك تي بي تيست ويورين دراج سكرين وكده، بس اكشلي مش عملوا لي الحاجات دي. ده يفهمكم ان الحاجات دي كلها هبل يعني، والورق ده كله خرف وبترمي في الزباله وما تبصش فيه حتى، اللي هو بتاع حاجات التطعيمات والتنجان ده. فالمهم رحت يوم 15/8، قابلت الكوردينيتور بتاعتي، وكنت جايب لها هديه من مصر تمثال كده، واديتها لها وانبسطت بيها قوي، وقعدت تقول لي بتاعت ايه، وشرحتها لها والناس معاها في المكتب انبسطوا وكانوا فرحانين قوي. المهم خدتني الكوردينيتور وقدمتني للمنتور بتاعي او السبونسر بتاعي، ورحت قابلت السبونسر ويعني شكرته جدا وابديت اهتمامي، وقلت له ان انا يعني ام ايجر تو ليرن، وان انا فيري انترستد في الالرجي اميونولوجي وكانت ويت تو ستارت وكده. فالراجل بعده يعني قابلني بترحاب و اداني الجدول بتاعي، قال لي ده الجدول بتاعك، وقال لي هبعته لك على الايميل، وهبعت لك برضه ريكومندد ريدنج عشان تبقى تقرا منها. ف روحت فعلا لقيت الراجل بعت لي الجدول والريكومندد ريدنج. واول لما جالي الجدول بصراحه يعني اتصدمت بامانه يعني، لان كان الجدول محطوط، هو كان شهر المفروض شهر، فكان محطوط لي كل يوم هشتغل مع اتندنج شكل، فكان المحصله هبقى شغال مع اتندنج 4 ايام في الشهر كله. فانا كنت في الاول رايح اورينتد، اللي انا دماغي متسيستمه اللي انا رايح هناك عشان اجيب ليترز بس، فما كنتش يعني هدفي تعليم قوي. بس الحمد لله غيرت يعني الاتيتيود بتاعي على طول، فده كان هدفي. عشان كده كنت زعلان، ان انا قلت بقى 4 ايام مع كل اتندنج مش هقدر احصل
او مش هعرف اثبت نفسي كويس معاه. فالمهم ساعتها قلت يلا مش مشكلة، ما نشوف اللي هيحصل. وكلمت دكتور شريف، قلت له اعمل ايه، فقال لي خلاص حاول بقى تعمل اي حاجة، تشارك في اكسترا معاهم سواء كانوا بيعملوا ريسيرش او بيعملوا اي حاجة. فالمهم قلت خلاص ماشي، ده فكرة كويسة برضو. المهم رحت، كان اول يوم اجازة، السبت وتاني حد اجازة، كنت متغاظ بصراحة، قلت لا يا عم رضي مني. فجيت الاثنين رحت، فاشتغلنا اللي هي المورنينج، بس جينا الافترنون كلينك قالوا لي لا احنا مش هنشتغل افترنون كلينك عشان الدكتورة اللي هتيجي في الافترنون اعتذرت عشان عندها مشاكل مش عارف ايه، فمش هنشتغل النهارده بعد الظهر، وبكره بقى ما تجيش عشان بكره عيد العمال. ف اتغاظت قوي بصراحه، يعني قلت انا جاي هنا اخد اجازات ولا ايه. والمهم رحت يوم بقى الاربع، قلت خلاص انا لازم بقى ابدا اشترك في ريسيرش وكده. وقابلت الاتندنج، قلت لها انا مش فاهم حاجه من اللي بيحصل هنا، انا ما خدتش اورينتيشن و ما اعرفش السيستم ماشي ازاي، ولا المفروض اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. وقالت لي بقى انت تقعد معانا هنا، هي كانت بالمناسبه كانت دي اوبزرفر شيب في الاول، بس الحمد لله في الاخر يعني او في النص عرفت احولها ل elective او يعني هاند اون. المهم قالت لي انت تقعد معانا هنا في الاوضه اوبزرف يعني النظام ماشي ازاي وكده، وانا مش عارفه لانها كانت اتنج لسه متعينه جديد، ما كانتش عارفه النظام قوي. قالت لي انا زي زيك ما اعرفش حاجه، فانا بس هعرف واقول لك يعني. فقلت لها طب ماشي، على اخر اليوم قلت لها بقى ان انا يعني ايه عندي وقت وعندي بتاع، والكلينك ماهيش تعب قوي، كانت الكلينك بصراحه ممله، مش ممله يعني هي كويسه ماشي، بس كان معظم الحالات الرجي بتجيلنا، حاجه من لا بياخدوا انتي هيستامين لا ستيرويد لا اميون ثيرابي اللي هي الالرجي شوتس دي، فكان بصراحة الموضوع متكرر بطريقة تمل الواحد. فأنا بدأت بقى قلت خلاص لازم أقول لها على الريسيرش. فقلت لها يا دكتورة أنا يعني أنا جاي من مصر وأنا عندي شهر هنا بس، ويعني I'm funding myself وأنا interested أوي في الألرجي والإيمونولوجي و I got the energy و got the time، ويعني if there's any research project ولا حاجة that I can volunteer in I would be really grateful. فالمهم قالت لي والله ماشي كويس، بس بصراحة احنا هنا ما بنعملش ايه ريسيرش قوي. فده كان الرياكشن على وشي بالظبط كده، كنت عايز اقول لها نعم يا اختي يعني ايه يعني ما فيش ريسيرش هنا، كنت يعني قلت ازاي كولومبيا والرج اميونولوجي يعني حاجة بيزك ساينس، ناس بتاعت علم و فاضيين يعني الاوت بيشنت كلينكس ما هياش متعبة قوي لانهم مثلا ما يفضوش يعملوا ريسيرش. فالمهم كنت مصدوم بصراحة، وقلت خلاص انا شكل بقى الالرجي والاميونولوجي الكلينك دي مش جايبة معاها همها، فقلت انا لازم ابدا يعني بقى انتشر في المكان واروح اجيب لنفسي يعني اجيب لنفسي اماكن تانية يعني في اماكن في حتة تانية، واظبط كده واعرف الناس واكوميونيكيت قدام. ودي كانت نصيحة صديقي العزيز دكتور زناتي، اللي هو يعني قال لي ما تقعدش كده وتعرف على الناس وروح اطلب، وطول ما انت في امريكا كل ما بتطلب كل ما بتاخد، لكن لو ما طلبتش محدش هيعبرك. وفعلا النصيحة دي يعني المليون دولار ادفايس بأمانة، لان انا على طول خدتها من اول يوم ليا، وكنت على طول ماشي بالاتيتيود ده اللي هو هطلب كل حاجة اعمل كل حاجة انا مش خسران يعني. فالمهم لما خدت بالنصيحه دي واشتغلت بيها جات لي اوبورتونيتيز كتيره جدا، منها ان انا رحت اشتغلت في الادلت الرجي immunology كلينيك، ومنها دخلت الادلت بروجرام اللي هو كان الرجي وبالمينولوجي وكريتيكال كير، واشتغلت معاهم في ريسيرش وطلبت ان انا اعمل هاند اون، وفعلا عملت هاند اون. ورحت كمان كنت بشتغل في الجنرال بيدز، وقابلت دكتور اداني حاجة حلوة كده هقول لكم عليها بعد شوية، وكمان مديت الفترة بتاعتي من شهر إلى شهر وعشرين يوم. هقول لكم أنا جبت الحاجات دي كلها إزاي. أول حاجة اللي هي الأدلت ألرجي إميونولوجي، أنا كان الفيلوز معانا في الكلينيك كانوا بيروحوا كل
كل جمعة بيروحوا الافترنون يقعدوا في الادلت الرجي امينولوجي كلينك. فأنا قلت لهم أنا عايز أجي معاكم الأدلت يعني وكده، فقالوا لي خلاص ماشي مفيش مشاكل. ورحت فعلا قعدت معاهم في الأدلت الرجي امينولوجي، وساعتها انبسطت قوي بقى، لأن كانت الأدلت دي كان في دكتور هناك اسمه دكتور كانفيلد. دكتور كانفيلد ده كان راجل عسل بأمانة، وكان يعني هو ده مفتاحي لكل حاجة تانية في كولومبيا. وكان بأمانة بيقعد يشرح لي ويفهمني. في اليوم ده في أول يوم حضرت معاه قعد يشرح لي ويفهمني ويقول لي أنا بسأل كده ليه وأنت، ويسألني وكده. فكنت حاسس إن أنا يعني كده part of the team يعني. فانبسطت قوي ورحت له اخر اليوم شكرته وقلت له انا يعني اتعلمت النهارده يعني مش زي اي يوم في الاسبوع اللي فات ده، وبصراحه عايز اقعد يعني لو في فرصه ان انا اقعد معاك اكتر، لو انت عندك كلينك تانية غير هنا عايز اجي معاك. فقال لي خلاص ماشي انا عندي يوم الثلاث بس اشوف لك عندي في ستودنتس معايا ولا لا وارد عليك. وراح شاف فعلا وجاء قال لي انا مش بعت لي ايميل، قال لي خلاص تعالى يوم الثلاث. فرحت له فعلا يوم الثلاث وقعدت معاه في الكلينك. والراجل ده بامانه كان يعني قمه في الاحترام، كان حتى بيترجم لي الاسباني سؤال بسؤال كده. معظم العيانين هناك كانوا اسبان، فكان بيقعد يترجم لي ويعرفني ويانتروديوس مي لاي حد. فكان راجل بصراحه يعني محترم جدا ونفعني جامد. فالمهم دكتور كانفيلد ده انا بدات احضر معاه يوم الثلاث، وكنت بحضر معاه يوم الجمعه. ف بعد كده زودت بقيت احضر معاه ثلاث وخميس وجمعة. وايه دي كانت، وهو ده الراجل ده اللي انا طلبت منه ان انا اعمل امد ايدي يعني. قلت له انا حاسس، جيت له كده على الاسبوع الثاني قلت له ان انا يعني حاسس ان انا كواليفايد شوية ان انا اخد بيشنت او اتنين. فقال لي اه طبعا انت كواليفايد وكل حاجة، وانت بس قول لفلانة الفلانية دكتورة كانت اكبر منه كده وهي مش هتمانع. فقلت لها فعلا والست ما منعتش ومشكورة. وبدأت بقى اخد بيشنت او اتنين في اليوم، ما كنتش بكتر قوي لان كان النظام في كولومبيا مختلف شوية عن بقية المستشفيات اللي انا شفتها. كانت الكلينيك الدكتور هو اللي قاعد في الأوضة والعيان بيخش له، ده العكس الطبيعي. الطبيعي ان كان بيبقى اوض كتير العيان بيخش يقعد فيها وبعد كده الدكتور هو اللي يخش عليه. في كولومبيا كان العكس، كان الدكتور اللي قاعد في الأوضة والعيان هو اللي بيدخل له. فطبعا انا كنت باخد العيان من الدكتور من الفيلو، فما كنتش بحب ارخم قوي، فكنت باخد بس هو عيان او اتنين في اليوم، وما كنتش بطبع النوت بتاعتهم ولا حاجه. كنت بس باخد الهيستوري واعمل فيزيكال اكزام وبريزنت للاتندنج، لكن ما كنتش بطبع نوت ولا حاجه. فالمهم بعد ما كنت بستأذن من الفيلو يعني اقول له ممكن اخد منك عيان او اتنين كده عشان انا هطلب لتر من دكتور كانفيلد ده وعايزه يأسس يعني ماي هيستوري تيكينج فيزيكال. والبنت طبعا فعلا ما منعتش وكده. فدي ازاي قلبتها يعني، قدرت ان انا اخد بيشنت هناك. تاني حاجة قدرت اوصل لها اللي هي الريسيرش. كنت في مرة قاعد في الكلينيك مع دكتور كانفيلد ده، وهو كان بيتكلم كده مع واحدة من البيشنتس عن كانت شغالة في البابليك هيلث، كان بيشتغل بيكلمها على الريسيرش اللي هو بيعمله. فأنا كان ريسيرش يعني برضه عجبني قوي اللي هو يعني التوبيك بتاعه. فقلت له يعني ايه ده حاجة واو يعني، ده يعني شكلها حاجة جميلة وكده، وانا عايز نصيحتك بقى انا اعمل ايه عشان لو جيت السنة الجاية اقدم على الريسيرش هنا. فقال لي طب انت عندك ايه الباك جراوند بتاعك في الريسيرش؟ قلت له بصراحة أنا الباك جراوند بتاعي فيري مينيمال، مش حاجة كبيرة. أعمل يعني، قال لي إيه يعني إيه طيب؟ قلت له والله أنا كنت يعني عملت كده، اشتغلت داتا إنتري شوية مع ناس عندنا في الكلية، وعملت بس كده ممكن بوستر برزنتيشن متواضع في اللي هي بتاعت حاجات أعمل كوميونيتي فبس يعني. فقال لي إيه تاني؟ فلما قال لي إيه تاني أحرجني بقى بصراحة، فبدأت أخربط. كنت انا عندنا في القسم في الكليه بتوع الكوميونتي كنت بشوفهم بيشتغل على برنامج كده اسمه اس بي اس اس، ده سوفت وير كده بتاع ستاتستكس. فانا قلت له ان انا بعرف اشتغل البرنامج ده، وانا اكشولي ما كنتش بعرف. فقال الراجل بقى اول ما قلت له من هنا انبهر وقال لي لا لا بجد انت شكلك يعني راجل برسايز وخلاص انا هشوف لك صرفه وشغلك معانا هنا.
فانا قلت بقى انا شكلي عكيت ولا ايه، قلت حاجه اكبر مني بس يعني ايه، قلت انا ايه ده، هو سوفت وير يعني هتعلمه في يوم. فالمهم قال لي شوف انت احسن حاجه تخليك تعرف تقدم السنه الجايه على جي سيرش ان انت تكون عارف ناس هنا وهم عارفين شغلك عامل ازاي، عشان ما يبقاش السنه الجايه يجي يقول لك تعالى هنعمل لك انترفيو، يبقى هم عارفين اصلا ان انت انترستد وعارفين الاتيتيود بتاعك. ودي الحاجه اللي احنا بندور عليها في الريسيرش ابليكانت، ان هو يكون واحد عنده باك جراوند كويسه وفي الريسيرش، وان هو يكون عنده انترستد في الريسيرش اللي احنا بنعمله. فانا هعرفك على الناس هنا وتشتغل معاهم عشان دي احسن طريقه يعني تتعرف بيها. فقلت له والله ماشي شكرا جزيلا، وعرفني فعلا على واحد عندنا في القسم اسمه مات. انا كنت بانكت في الاول ان انا مش عارف حاجه في الريسيرش، شكلي هخش وهيشيلوني مثلا حاجه انا ما اقدرش اعملها. فرحت المات ده وقلت له انا لسه بتعلم يعني وكده، وجاي هنا عشان اتعلم. وحضرت معاهم اللاب ميتنج بتاعتهم، وكنت بروح احضر في اللاب كده اتفرج فيه على حاجات اللي بيعملوها. كان هو بيزك ساينس لاب، ما كانش كلينيكال. فالمهم واحنا كنا بنتكلم في اللاب ميتنج ده، ما كنتش فاهم حاجه خالص من اللي هم قاعدين يتكلموا عليه، كنت قاعد زي الحمار بالظبط. وقلت قلت للماد ده، قلت له انا مش يعني على اخر اول يوم كده، قلت له انا مش فاهم حاجه من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، فانت اتريكومند اعمل ايه ولا كده. فقال لي خلاص ماشي ده عادي وكده، وخد البيبرز دي اقراها وهتجي لي الاسبوع الجاي وتقول لي انت اتعلمت منها ايه. وفعلا اداني البيبرز دي، عجبتني قوي، كنت استمتعت بيها ووسعت مداركي قوي. المهم ده ازاي يعني دخلت نفسي في الريسيرش، ازاي عملت اللي هي جنرال بيدز. برضو زي ما قلت لكم كده، الالرجي والاميونولوجي سام هاو يعني بورينج شويه، فانا قلت لازم اروح للجنرال بيدياتريك واعرف نفسي واشتغل، احاول اشتغل معاهم. وشفت البروجرام دايركتور شغال فين، فعرفت ان هو شغال في اللي هي الجنرال بيدياتريك كلينيك. فرحت بصراحه للتشيف ريزيدنت وقلت له انا عايز يعني اشتغل معاكم في ال ان انا طالب من مصر، وان انا funding myself و been interested، وان انا applying للبروجرام ده السنة الجاية وكده، وعايز اشتغل معاكو عشان اتعرف يعني على السيستم هنا. فقال لي اه قوي قوي، وفعلا ادوني يومين في الاسبوع، كنت بروح هناك يومين الصبح بس، ما كنتش بروح الافترنون. وهناك اتعرفت على الريزيدنت، وتعرفت برضو شوية عن السيستم ماشي ازاي، و الدنيا ازاي شغاله. وكنت بحضر معاهم الكونفرنس بتاعتهم، كانت جميله بصراحه. وكان في الجنرال بيتس، كان بصراحه يعني التعليم فيها كان اكتر من من الالرجي امنولوجي، لان كان هناك في ريزيدنت في الالرجي امنولوجي، ما كانش معانا ريزيدنت، كان معانا فيلوز بس. فكان التعليم قليل، لان دايما الطبيعي ان الاتندنج بيعلم الريزدنت والستودنت، لان دول الاثنين مش عارفين حاجه. هو اكشن الفيلوز برضه في منهم مش عارفين، بس يعني ايه. المهم فكنت اتعلمت قوي، والكونفرنس بتاعتهم كانت جميله. فزي ما بقول لك، دي كلها كانت عباره عن ايه، ان انا بقابل ناس واتعرف عليهم، وفتحت لنفسي اوبورتونيتيز كتيره ما كنتش يعني اعرفها او متخيل ان انا هعمل ده كله يعني. المهم عملت اكستنشن ازاي. جيت كنت بكلم دكتور كانفيلد ده برضو، الراجل بتاع الادلت الرجي امينولوجي، قلت له والله انا عايز نصيحتك اعمل ايه قبل كده بعد كده عشان يجيلي بوزيشن هنا في الريزيدنسي. قال لي طب انت هتعمل ايه، عامل ايه ولا هتعمل ايه؟ قلت له والله انا مش عامل ستيبس لسه، بس عندي دي الالكتف دي، والالكتف عندي الكتف تانية في الاباما هروحها بعد دي. قال لي امتى هتروحها؟ قلت له بعدها ب 20 يوم. قال لي والله ده جميل ومش عارف ايه كويس وكده. فانا انتهزتها فرصه بصراحه، وقلت له ان انا ال 20 يوم دول بصراحه مش عايز اضيعهم، وركب ليه بقى اللي هو I'm funding myself interested وكده، وعايز ايه extend my time here. فقال لي خلاص ماشي، انا احسن حاجه اروح اكلم ريتشل. ريتشل دي كانت البروجرام دايركتور بتاعت الالرجي ايمينولوجي، وقول لها ان انت عايز تمد يعني، وهي مش هتمانع. فانا ريتشل دي بصراحه كنت يعني انتميتيتد منها كده، لانها كانت كشريه شويه. فقلت له طب ما تكلمها لي انت،
وجيت زنقته في جورنال كلاب كده. بعد الجورنال كلاب كان واقف هو وهي، فقلت له يا دكتور كانفيلد انت كلمت دكتور ريتشل يعني على الاكستنشن بتاعي؟ فقال لي لا. طب تعالى. وقام جاي شددني ودخل على مكتبها وقال لها هير ريتشل محمد وونتس تو هاف ا وورد وذ يو، وقام جاي زقني كده جوجو محمد وقام جاي سابني وماشي. فانا كنت محرج قوي بصراحه وكنت متوتر، فقلت لها يعني دخلت لها بالكوبليه وقلت لها ان انا عايز اكستند ماي تريننج هنا. فقالت لي ماشي مفيش حاجه، بس انت you'll be observing only because you don't have a malpractice insurance do you؟ فانا قلت لها no I don't. ف بغباء يعني انا طلعت ضربت نفسي بالجزمه، ازاي انا قلت لها انا ما عنديش malpractice insurance؟ كان ممكن اشتري malpractice insurance في ثانيه وتبقى officially elective يعني. فدي اتعلمت منها ان اي حاجه هناك انت ممكن تعملها، انت بس you need to get yourself in وذاتس ات، وانت هتعمل كل حاجه من جوه. والحاجات هناك اسهل من هنا بكتير يعني، انك تجيب لنفسك مكان هناك اسهل من وانت قاعد هنا. فالمهم هي ريفيرد مي للسكرتيره بتاعتها، فرحت للسكرتيره وقلت لها يعني عايزه اكستند، قالت لي ماشي. وقعدت كده عملت شويه، رحت لها في اخر يوم السكرتيره قلت لها خلصت البيبر ورك وكده، فقالت لي والله احنا في مشكله ان انت جاي مقدم عندنا بدري قوي واحنا ما لحقناش نخلص البيبر ورك، وانت للاسف مش هينفع تمد الفتره بتاعتك لان البيبر ورك ما لحقش يتنجز يعني. فانا برضو قلت ازاي، وقمت جاي رايح بقى لجاكلين اللي هي الكوردينيتور اللي انا كنت متعامل معاها قبل ما اجي من هنا، اللي هي كنت جبت لها هديه دي، وقلت لها تعالي بقى صرفي لي في الموضوع. وفعلا يعني ظبطتني ومشيت لي الموضوع حلاوه وكلفتت كده الدنيا، والموضوع مشي ومديت وكان زي الفل يعني. فدي برضو شوفوا الهدايا بتنفع، مع ان انا ما كانش قصدي يعني ان جايب لها هديه عشان كده، بس بتنفع اهي. فالمهم بدأت بقى ساعتها، فمديت 3 اسابيع كمان، وكنت ال3 اسابيع دول منهم ايام كتيره بروح بقى برتعت بقى في الاسم، وكنت بحضر حتى في اللي هي الادلت كان في عندهم اللي هو اليرجي وبلمنولوجي وكريتيكال كير، فكنت بروح احضر في الازمه سنتر بتاعهم، وكنت بشوف البلمنولوجي وشوف الناس اللي هي عيانه اللي عندهم سي او بي دي والناس اللي هي عندهم بي سي بي نمونيا والناس دي. ف بصراحة كانت very rewarding experience وتعرفت على ناس كتير جدا هناك. حاجة تانية عملتها ان انا كنت وانا بحضر مرة في الكلينيك، كان في دكتورين عندنا دكتورين كبار كانوا هم تقريبا retired وليهم ال private practice بتاعهم، فكانوا بيجوا عندنا في الكلينيك عشان يعلموا بس ال attending الصغار ويعلموا الفيلوز يعني اكتر، لان هم دول كانوا الموست اكسبيرينسد يعني. فالمهم الدكتورين دول كان واحد اسمه فيلدمان وواحد اسمه كلاين، الاثنين دول كانوا فيري انترستينج وفيري فاني، وكانوا بصراحه من الناس اللي بتشرح قوي، وكانوا بيحبوا يشرحوا للطلبه يشرحوا للفيلوز وكده. لكن للاسف كان الناس هناك مش حباهم قوي يعني، كان لانهم هم كانوا بيقعدوا يشرحوا بكتير يعني، كانوا وانا كنت عاجبني الموضوع ده ان هو بيشرح لي، لكن الفيلو ما كانش عاجبه قوي لان هو كان عايز ينجز ويخلص العينين بتوعه ويمشوا. فالمهم الاتندنج اللي انا رحت مع دكتور كلاين ده كان شكله كده راجل سوفيستيكيتد قوي وعجبني شكله، فقلت لازم اروح اشتغل معاه، واستأذنت منه قلت له ينفع احضر معاك كلينك النهارده؟ قال لي ماشي، وبدأت فعلا احضر معاه، وكان بيشرح لي ويقول لي بيسألني انا عملت دي ليه، ويديني بقى يعني تركات كده اللي هي الايه البهاريز زي ما بقول عليها. فعجبتني فعلا الكلام اللي هو كان بيقوله والتيبس اللي كان بيقولها، كنت على طول وراه بكتب في النوت بتاعتي وراه، وهو عجبته الحركة دي قوي. يمكن الدكاترة الكبار بيحبوا الحركة دي انك تكتب وراهم، ودي كانت نصيحة دكتور شريف بدوي بصراحة. ف كنت بكتب وراه شكله عجبته الحركة. المهم الراجل ده الناس دي للأسف كانوا بيجوا جمعة أو جمعة لأ عشان يعلموا الناس، فأنا كنت في الأول قلت يا خسارة الناس دي مش هشوفها إلا جمعة واحدة بس أو جمعتين، فكنت زعلان في الأول، بس بعد لما عملت اكستنشن بقى شفتهم مرة كمان يعني. هما شفت دكتور كلاين ده هما مرتين بس عملت معاه كونكشن جامد قوي. فرحت في المرة التانية بقى، لما جالي في المرة التانية كان في آخر أسبوع ليا وأنا هناك، فلقيته كده بينادي عليا بيقول لي محمد. فرحت كده كنت فرحان قوي إن هو عارف اسمي يعني، مع إن أنا ما كنتش قلت له على اسمي ولا حاجة.
فقال لي ايه ده انت لسه هنا، ده انا كنت فاكرك مشيت. قلت له لا ده انا كان المفروض امشي بس مديت يعني. قال لي خلاص تعالى احضر معاك كلينك النهارده. فحضرت معاه، وكان فعلا الكلينك دي كانت كويسه جدا برضو، اتعلمت فيها. واول خلصنا بدري، واول ما خلصنا في الافتر نون بقى قعدت اقول له بقى اديني نصايحك بقى واعمل ايه وكده، ويلكم ليه ماشي، وطلبت منه نصيحه. فقال لي اه طبعا، وقعد يوريني بقى اذاكر منين واعمل ايه ومين الناس اللي اكلمها وكده. وقال لي بقى ان الناس اكبر ناس في الالرجي اميونولوجي في امريكا دول عالم مصريين اصلا، ويو شود ديفينتلي كونتاكت ذيم وذي كان هيلب يو. ووراهم لي فعلا على النت كده، واداني الايميلات بتاعتهم، واداني الكارت بتاعه. قال لي انت لو احتجت حاجه بس خلص البورد بتاعك وكلمني ومالكش دعوه. فبصراحه راجل محترم جدا، وانا حبيته بامانه. فالمهم قلت له بقى طب انا عايز اسالك على حاجه تانية بس انا محرج بصراحه. قال لي ايه، قول ما تتكسفش. قلت له بصراحه انا بقعد في الكونفرنسز والجورنال كلابس دي ما بفهمش حاجه. فهو بقى يعني مات على روحه من الضحك، وقعد قال لي لا ده عادي ومش عارف ايه، وهي كده في الاول، والالرجي والالرجي دي حاجه سوفيستيكيتد قوي، وانتوا ما بتاخدوش كتير في الميديكال سكول بتاعتكم، بس ما تيأسش يعني، وده انك احضر وكده، ومره عن التانيه هتفهم. وعشان اشجعك، في كونفرنس كبير عندنا في الالرجي والايمونولوجي هيتعمل في فبراير. انت هنا لغايه امتى؟ قلت له انا هنا لغايه تقريبا الفتره دي. فقال لي خلاص، في فبراير كونفرنس كبير قوي بتاع الالرجي والايمونولوجي، تعالى. وهناك هتلاقي بقى الناس المصريين اللي انا قلت لك عليهم دول، وانا هعرفك عليهم. واداني وقال لي انا هبعت لك انفيتيشن على الايميل عشان تيجي عندنا المؤتمر ده. فانا بصراحه انبسطت قوي 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 قوي، ويعني شكرته جامد، كنت فرحان جدا بالانفيتيشن اللي هو اداها لي دي. بعد كده كان الدكتور التاني اللي هو اسمه فيلدمان ده، جه دكتور كلاين نادى عليه وقال له تعالى، ده محمد ده طالب مصري وفيري انترستد في الارجي امينولوجي. وانا قلت له ان الناس اللي في الارجي امينولوجي مصريين عندنا هنا، مش دكتور سامي ده صاحبك؟ قال له اه. قال لي اه ده حبيبي وكده. فقال له خلاص محمد هيجي معانا الكونفرنس بتاع الالرجي امنولوجي، وانت هتعرفه ساعتها بقى على سامي. فقال له اه قوي قوي. المهم انا الدكتور فيلدمان ده كان برضو كان راجل فيري انترستنج، وكان هو شاطر في الفوتوغرافي، وكان معلق صور لنفسه كده في العياده التانيه بتاعه البيدياتريك، كان معلق فيها صور هو مصورها ومكتوب عليها فيلدمان. فانا كنت بشوف الصور دي وببقى بسال النيرسز الصور دي صور مين، فقالوا لي ده دي الصور دي بتاع دكتور فيلدمان، دكتور عندنا هنا بس هو ريتايرد وكده، وهو شاطر يعني في الفوتوغرافي وكده. فانا خدت المعلومه دي كانت يعني ايه تو بريك ذا ايس وذ هيم. فقلت له يعني انا شفت الصور بتاعتك في العياده تحت، وأنا بيج فان يعني وكده. فالراجل انبسط قوي وانكشح، وقعد بقى طلع لي الكاميرا بتاعته ويوريني الصور اللي هو صورها وانا مصور دي من الزاويه دي ليه وكده. وكانت قعدنا نضحك كتير ونهاف فان يعني. وفيلدمان ده كمان اداني الكارت بتاعه وقال لي لو عايزت حاجه قول لي. والناس دي يعني ايه I kept contact with them حتى بعد ما مشيت، بايميل كده او اتنين يعني عشان بس افكره بنفسي. المهم في اخر الروتيشن الحمد لله اخدت evaluation كويس جدا، خدت في يعني كان هو superior to honor كده، اللي هو هي كانت عباره evaluation هبقرها لكم في الاخر شكله عامل ازاي. هو عباره عن items كده، وكل item قدامه تشيك ليست من واحد لخمسه. فكان انا خمسه اللي هي honors واربعه superior، فانا خدت كله ايه honors و superior honors و superior. ففرحت قوي بالايفالويشن، و ساعتها بقى كنت خلاص قلت انا هروح على الاباما وهكون يعني ايه عارف كل حاجه. كانت اول روتيشن عندي في الاباما كانت الرجي وامنولوجي برضو، وقلت انا ان شاء الله هعمل كويس بقى لان انا فهمت الوضع هنا. وفعلا خدت الميجا باص ورحت على الاباما. كانت رحله طويله بتاع حوالي 36 ساعة، بس كانت جميلة بصراحة، وكان المناظر فيها روعة، الطريق كله جميل، كانت في فترة الخريف، فكانت المنظر كله جميل حواليا. ورحت
رحت هناك الاباما وكنت مبسوط جدا ان انا خلاص بقى هبدا إلكتيف وهبدا اخد ريسبونسابيلتيز اكتر من غير مكاحر ومن غير ما يعني ابذل مجهود ان انا اعمل حاجه او اثبت نفسي. فالمهم رحت برضو كانت الصدمه التانيه. رحت دخلت كده الكلينك عندنا، فلقيت ايه اللي هي ال اتنك كده قاعده في المنطقه اللي بيقعدوا فيها بتوع الدكاتره، ولقيتها عماله تعمل كروشيه. فقلت يا حلاوه، انا جيت بقى يعني جيت من كولومبيا اللي هي كان ايفي ليج ما بيعملوش ريسيرش، انا ما بيعملوش يعني ملوخيه حتى. فالمهم قلت انا مش هشتغل مع الدكتوره دي يعني، بس هي فعلا كانت دكتوره شاطره، بس يعني ده كان الفيرست امبريشن بتاعي. ورحت قلت لها فين البروجرام دايركتور، سالت على البروجرام دايركتور فقالوا لي ده مكتبه هناك هنا. البروجرام دايركتور ده كنت يعني قاري عنه على الويب سايت بتاع الديبارتمنت قبل ما اخش، وكنت عارف ان هو اشطر واحد يعني، او يعني ايه الراجل اللي هو كان التارجت بتاعي هناك. فروحت للبروجرام دايركتور وقلت بقى انا هخش على المكتب، الاقيه جوه قاعد يحل كلمات متقاطعه دي اللي ناقص يعني. بس دخلت عليه لقيته راجل فعلا راجل بتاع علم يعني، وراجل بصراحه كان بيوهمني بالانثوزيازم بتاعه، مع انه كان عنده 61 سنه لكن هو كان فيري انثوزياستيك، وكان يعني مش ممكن، راجل كان فظيع. فالمهم ده صدمني برضو. اول لما دخلت له قلت له انا كذا 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 الكوبليه، قال لي طيب احنا ايه ده، احنا not expecting you. فقلت له يعني ايه يعني، فقال لي يعني محدش قال لنا. قلت له خلاص ده it's not my fault يعني، ده غلط الكوردينيتور ان هو ما قالكش، بس انا يعني scheduled من زمان والروتيشن بتاعتي المفروض تبدأ دلوقتي يعني. فقال لي اه اوكي خلاص ماشي، بس احنا الانترناشونال ستودنت بنخليهم بس observe only. فقلت له observe، قال لي اه. فقلت له خلاص ماشي شكرا، و قلت بقى خلاص انا مش هشتغل مع الراجل ده، شكله كده صعب اصلا، وهشتغل مع الاتندنجز التانيين. وفعلا رحت اشتغلت مع الاتندنجز التانيين اول اسبوع كده، اللي هو الاسبوع التوهان اللي هو اصلا الواحد بيبقى بيعمل فيه حاجات قليله، لان بتبقى جديد على السوفت وير اللي هو الالكترونيك ميديكال ريكورد، ولسه برضه ما كنتش اتعودت على السيستم هناك. فاخدت اول اسبوع مع الدكاتره دول التانيين، بس للاسف كان الدكاتره التانيين معظم شغلهم في الالرجي، ما كانش معاهم حالات اميونولوجي كتير قوي. وكان الدكتور اتكنسون ده اللي هو البروجرام دايركتور ده كان هو اللي حالات الاميونولوجي كلها بتروح له، وكان هو يعني سبيشاليست في الاميونولوجي اكتر. فانا بصراحه كنت بحب الاميونولوجي وعايز اشتغل اميونولوجي، فقلت خلاص انا الراجل ده برضه هقعد ايه اوبزرف معاه مش مشكله عشان اتعلم. فرحت كان اول يوم حضرت معاه، جه كانت لنا حاله كده بتاعت ديجورج سندروم. ف الديجورج سندروم ده كان يوصل لي كده بصه كده بيقول لي احنا ده الحاله دي ديجورج سندروم، عارف ديجورج سندروم، نظره كده بيسالني سؤال كده اللي هو يعني زي ما تقول متوقع ان انا مش هجاوب ولا حاجه. فالمهم ان انا الحمد لله كنت لسه قاري عنه يعني، كنت لسه قاري عن ديجورج سندروم، فقمت جات اصصله بقى يعني طرقعه يعني اللي هو تك 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 بالسبيسيفيك ديتيلز بتاعته، اللي هو مثلا بدات له من اول اللي هو الكروموزوم ببقى بايظ وبايظ فين وانهي دراع من الكروموزوم، والكلينيكال بيكتشر بتاعته، وحتى الكلينيكال بيكتشر قلتها له بالترتيب اللي هو يعني ايه السيمتومز الكامن الاول واللي بعديها الليس كامن وعلى الليست للاخر. فحسيته كده يعني ايه اتخض من الاجابه بتاعتي وقال لي ايه اكسلنت، وحسيته ان هو قال الولد ده مش جاي فعلا مش جاي يهزر، هو شكله مذاكر. فلما حسيت في الحته دي بدأت بقى الأسبوع التاني. على أول الأسبوع التاني قلت له دكتور أتكنسون أنا عايز أقول لك حاجة، فقال لي أيوه. قلت له أنا بس عايز أقول لك إن أنا قبل ما أجي هنا كنت شغال في أليرجي إيمونولوجي في كولومبيا يونيفرستي، وخدت الإيفاليوشن بتاعي كان أونرز، فأنا مش جاي أهزر وأنا حاسس إن أنا كواليفايد برضه إن أنا أخد بيشنتس يعني. فقال لي خلاص ماشي، بس والله أنا متأكد إن أنت كواليفايد وكده، بس دي البوليسي بتاعتنا إن إحنا الإنترناشونال بنخليهم يوبزرفوا. قلت له طب إزاي بقى يعني، ازاي البوليسي بتاعتكو وانا جاي هنا على انها الكتف وكمان مدفعني مال براكتس انشورنس؟ ساعت عليه، انا ما كنتش اصلا دافع مال براكتس انشورنس ولا حاجه، بس قلت ارميها له. فهو قال لي اه طب اه صح فعلا ده جود بوينت، وقال لي خلاص انا هسالك واقول لك. وفعلا الراجل راح سال ورجع بقى قاعد يعتذر لي ويقول لي فعلا انت كان المفروض تشتغل وكده، بس انا اللي ما كنتش عارف.
وخلاص احنا خش خد عيانين بقى. فدي جات لي على وهله بصراحه، ما كنتش محضر قوي ازاي الاسئله اللي بسال عليها في الهيستوري بتاع الاميون ديفيشنسي، فما كنتش حلو اول يوم. وايه وجيت له تاني يوم بقى حلفت ان انا لازم اروح اخلص بقى ذاكره الاميونولوجي الهيستوري بتاعها ازاي كويس، وازاي اعمل برزنتيشن ليها كويسه. وفعلا رحت له تاني يوم، دخلت وخدت عيان، كان عيان حتى كان فيري كومبليكيتد، بس خدت هيستوري تمام قوي، وخدت كتبت نوت كويسه جدا، وطلعت عملت له برزنتيشن. فقال لي خلاص ماشي تعالى، ودخل معايا العيان وساله تاني، وطلعنا. بعد ما طلعنا، بعد ما هو بيساين النوت كده، فبص لي كده وقال لي نايس جاب باي ذا واي، فقلت له ماشي ثانكس. المهم بعد ما خلصنا اليوم خالص، جم كملنا يومنا، وبعد ما خلصنا جه النيرسز قالوا لي ايه ده، احنا سمعنا دكتور اتكنسون بيقول لك نايس جاب. فقلت لها هو قال لي نايس جاب يعني؟ قالوا لي لا اوعى بقى، دكتور اتكنسون ده راجل صعب وما بيقولش نايس جاب دي لاي حد، واحنا عمرنا ما سمعناه وكده، وهول دان تو ات، وحافظ على مستواك وكده. فانبسطت قوي وكنت فرحان جدا ان انا يعني ابهرت الراجل اللي هو الايه الصعب. ف وكان توفيق من ربنا والله العظيم، يعني ما كانتش شطاره مني ولا حاجه، هي بس حته الفيرست امبريشن دي كانت مهمه بالنسبه لي، هي دي اللي خلته يخليني اعمل اللي هي خلته يخليني اخد عيانين. فالفيرست امبريشن مهم جدا. وتاني حاجه اللي هي البرزنتيشن سكيلز، او ازاي تقدم حاله وازاي تاخد هيستوري كويس. مش حاجه مثلا، مش عايزين حاجه يعني تكون انت الطالب العلامه بقى، بس انت تكون بس عارف انت بتعمل ايه. فالمهم هو فرحت بقى في اليوم ده، وده ده الدفع للامام ان انا اكمل اكتر واذاكر احسن واطور من نفسي. ففعلا كنت شغال في الالرجي اميولوجي دي من النار بامانه، وكنت حتى بفوق الانترن في الفانكشناليتي، يعني كنت انا شغال احسن منه. كان هي منظرها وحش جنبي، انا ما كانش قصدي اخلي منظرها وحش، بس هي كده اعمل لها ايه يعني. كنت انا بروح قبلها وامشي بعدها، وكنت انا بجاوب على الاسئله اللي هو بيسالها، وبسال اسئله احسن من اسئلتها، هقول لكم برضو ازاي تسالوا بعد كده في الاخر. وكنت يعني ايه كنت انا very interested في الاميونولوجي اصلا، وده كان باين غيرها اللي هي كانت جايه تقريبا، كانت جايه تقضي كده الشهر وخلاص. المهم جينا في مره كنا احنا قاعدين، جالنا عيان جاب سندروم، لو حد يعرفه اللي هو الهايبر اي جي اي سندروم. ده كان جالنا العياده، وانا كنت فرحان ان انا شفته لانه فيري رير يعني. وكنت برضو سبحان الله يعني بتوفيق ربنا كنت لسه قاري عن الجاب سندروم ده الصبح، يومها الصبح. فجاء دكتور اتكنسون، انا حسيت كده ان هو بينمر يعني، كان العيان كان نيو بيشنت، ما كانش حد يعرف لسه ان هو عنده الجاب سندروم ده، بس كان الدكتور اتكنسون انا حاسه وهو عمال يحور على الجاب سندروم، وعايز يعني ايه بيسأل الاسئله بتاعته وكده. فالمهم بعد ما طلعنا من الاوضه قعد يسالنا، يقول لنا بيسأل الفيلو، قال له انت عايز تعمل ايه؟ فالفيلو قال له انا عايز اشوف الانتيبادي ليفل عشان اشوف اذا كان هو عنده immune deficiency ولا لا اصلا. وده كلام صح وكل حاجه. فدي اللي هي الفيرست يعني ورك اب اللي انت المفروض تعمله. جه الريزدنت سالها، قال لها هتعملي ايه؟ قالت له برضه هعمل زيه، هشوف اللي هي البوست فاكسينيشن مش عارف تتر بتاع الانتيبادي. فقام جاي قال لي طب وانت يا محمد عايز تعمل ايه؟ فقلت له بصراحه انا عايز ادور على حاجه اسمها ستات 3 deficiency. فهو بقى سمع دي من هنا وانبسط قوي، لان قال لي ليه؟ قلت له لان يعني انا حاسس ان هو جوب سندروم والانتيبادي ليفل وكل حاجه دي كويسه، وهتعرفني اذا هو عنده امين ديفيشنسي، لكن مش هتقول لي انهي نوع من الامين ديفيشنسي، فانا عايز اشوف الستات 3 لو كان عشان اثبت ان هو عنده جوب سندروم. قال لي فيري اكسلنت، وانبسط قوي وطلبها فعلا، طلب الستات 3 ديفيشنسي. المهم انا لما بعد كده لما جينا في البريك، قعدت رحت اقرا عن الجوب سندروم اكتر، وفليت كده الارتكلز والمجلات بتاعه الالرجي والامنولوجي، فلقيت في ايه ارتكل بالمناسبه بالصدفه كده لقيته، كانوا مطلعين ان في حاجه تانية اسمها تايروزين كاينيز 2 ديفيشنسي في الجوب سندروم بيشنت، نوع تاني كده من جوب سندروم.
والله ما قريتش الا العنوان، يعني ما قريتش حتى الابستراكت ولا حاجه، قريت العنوان بس. ورحت قلت له بعد الظهر، قلت له يا دكتور اتكنسون، هو انت بتشوفوا حالات هنا كتير جاب سندروم؟ فقال لي يعني اه. فقلت له طيب كلهم بيبقوا ستات 3 ديفيشنسي؟ فقال لي يعني ساعات وساعات. فقلت له طيب انت قابلك حد قبل كده عنده تي واي كي 2 ديفيشنسي؟ فقال ايه ده بقى، ومش الراجل يعني اتخض من المعلومه. فقال لي انت قريتها فين دي؟ قلت له دي قريتها في الجورنال اوف انرجي اند كلينيكال اميونولوجي، دي كانت منشوره في شهر 11. قال لي يعني انا قريتها وانا ولا الهوى والله العظيم، يعني هي التايتل بس بتاع الارتكل اللي قريته، وبصيت على الابستراكت حته كده. المهم فهو يعني عجبته الحركه دي قوي، ودي يعني زي ما انتم شايفين مش شطاره مني ولا حاجه، هي بس مجرد فهلوه يعني، وازاي كنت عارف انا بقرا ايه وبقرا منين، دي الفكره. فالمهم الراجل ده كان مبسوط مني يعني طول الروتيشن وكده. وفي الاخر الروتيشن الحمد لله اخدت منه very good evaluation، بس للاسف برضه ال evaluation اللي اخدته منه waived، وهو قال لي انا هديك ال evaluation ده waived عشان انا هديك you don't need to see it because I'm gonna give you a good evaluation. فقلت له خلاص thank you very much، واداني ال waived طبعا. فلما شفته كان يعني بالنسبة لواحد عارف دكتور أتكنسون ده وازاي هو تاف وازاي يعني ما بيطريش على أي حد بسهولة، يقول الإيفاليويشن ده وهمي، بس بالنسبة لواحد ما يعرفش أتكنسون ممكن يقول عليه إن هو أفريج يعني. فالمهم بس هو برضو كان سوبيريور وأونرز، ما كانش حاجة يعني وحشة، هو كان تقريبا التلتين سوبيريور والتلت أونرز. فدي كانت حاجه كانت كويسه برضه، وكنت انبسطت بيه يعني، كان مهم بالنسبه لي لان كان دكتور اتكنسون ده فعلا راجل صعب، وانا كنت فرحان بالايفيشن اللي خدته منه. المهم ده الايفاليويشن بتاعي. بعد كده رحت بقى دخلت على كان تاني روتيشن بالنسبه لي، كانت هيماتولوجي اونكولوجي. والصوره اللي انتم شايفينها دي كانت شعار المرحله اللي هو الاجهاد التام، لان دي كانت يعني مش إلكتيف عادية، كانت sub internship. اللي حصل إن أنا كنت رحت أول يوم introduced myself للأتندنج اللي هناك، وأنا كنت خلاص الإنجليزي بتاعي كان ظبط لدرجة إن هو خلاص ما عادش يتفرق بيني وبين الطالب العادي اللي هو أمريكي. فالراجل افتكر إني طالب من الجامعة ذات نفسها، وقال لي كده يعني، قلت له بقى إن أنا very interested وكده الكوبليه، بس ما قلتلوش ان انا قلت له انا الستودنت الوركينج وذ يو ذس مانث، وما قلتلوش ان انا فيزيتنج ستودنت ولا الكلام ده. فقال لي ايه اتس نوت جونا بي ا جود مانث فور يو اني واي. فقلت الراجل الاهبل ده بيقول ايه يعني، ايه مش هيبقى جود مانث يعني، مش فاهم. فرحت وقلت له بعديها بقى ان انا يعني انت يعني ايه قصدك ايه، انا فيري انترستد يعني في الفيلد ده، وانا فيزيتنج على فكره ومش جاي اهزر وكده. فقال لي يا ماشي، طب ده طب خلاص ماشي، احنا نقعد بقى مع بعض ونشوف انت المفروض تعمل ايه والمطلوب منك وكده. فالمهم صححت فكرته بدري وفهمته ان انا جاي يعني interested. المهم ساعتها جم قالوا لي في اول يوم، قالوا لي انت عملت كام سنه، انت في سنه كام؟ قلت لهم انا في سنه السابعه. قالوا لي يعني ايه سابعه؟ قلت لهم انا في مصر عندنا في يعني بناخد 7 سنين او 8، 3 سنين 3 سنين نيلة بيزك ساينس وثلاثة واربعة اسمها ايه اربعة يعني كلينيكال. فقالوا لي يعني انت في اخر سنة يعني؟ قلت لهم انا اكويفلنت للفورث يير. قالوا لي يعني انت سب انترن يعني. ففرحت قوي بقى، قلت لهم سب انترن ماشي 100 100. وكنت فرحان قوي ان انا خدت حاجة كده يعني، خدت ريسبونسابيلتيز اكتر، وهي كانت سلاح ذو حدين بصراحه، لاني كنت يعني كنت لسه داخل، كانت اول مره ليا اشتغل في ان بيشنت سيرفيس، وكان بقى هيوج ريسبونسابيلتيز عليا. فكنت يعني شايلت نفسي اكتر ما انا كنت يعني استحمل كفيرست يعني كاول شهر ليا في ان بيشنت وانا لسه مش عارف حاجه. فالمهم الشهر ده كان فيري اكزاستنج، كان عندي اللي هي ستاب انترنشيب دي، كانت لسه ان بي كان اوت ان بيشنت ليا، وكان السوفت وير كان حتى كان في سوفت وير جديد، لان دايما الان بيشنت بيبقى عندهم سوفت وير اكتر من الاوت بيشنت. فاضطريت ان انا برضو كنت لسه هتعلم على سوفت وير جديد.
وكان عندي كمان امتحان السي اس، كنت لسه بذاكر له عشان كان هو بعد الروتيشن دي باسبوعين. فبصراحة كنت المرحلة دي كنت فيها يعني منهك لدرجة لا تتخيلوها. كان الشغل ليترلي كده من الساعة 5 صباحا لغاية 7 مساء، 14 ساعة، وكلهم كنت شغالهم، ما كنتش مثلا بريح ولا شغال، شغال يعني شغال طحن. ف وكنت بحاول يعني، كان الاتيتيود بتاعي ان انا بحاول خلاص انا سب انترن، كنت بحاول اوصل للريسبونسبيلتيز بتاعت الانترن يعني، كنت بحاول اخد عدد عيانين قد ما هو بياخد واعمل كل حاجه قد ما هو بيعمل، لان كنت عايز اركب مستواي اكتر. ودي كانت يعني ممكن تكون غلط، لان انا كنت بشيل نفسي حاجات اكتر وبشيل نفسي لود، زود عليا الاسترس وزود عليا المجهود في حاجات انا ما كنتش يعني مطالب ان انا اعملها قوي، حتى لو انا سب انترن، بس كنت بعملها anyway عشان اتعلمها يعني. وكان ده الاتيتيود بتاعي، ان انا مش هذاكر هيم اونك، انا كنت خلاص يعني عندي، انا كنت انترستد في الهيم اونك قوي، كنت مذاكر له كويس قبل ما ابدا، فقلت خلاص انا مش هذاكر هيم اونك تاني، انا بس اللي هتعلمه هتعلم الجنرال ستاف بتاعت اي ان بيشنت سيرفيس. ودي بقى اللي هي كانت مشكله بالنسبه لي، ان انا ما كنتش متوقع ان الان بيشنت هبقى محتاج اعرف فيها حاجه اكتر من الهيم اونك، لان الانبيشنت دي انت بتتعامل مع عيان كامل، مش زي الاوت بيشنت. الاوت بيشنت كلينيك بتبقى انت بتتعامل مع السب سبيشنت اللي انت فيها، يعني لو جالك عيان عنده دايابيتس وعنده اميون ديفيشنسي، انت بتتعامل مع اميون ديفيشنسي بس، لكن هتسيب الدايابيتس هي لحالها، لكن الانبيشنت بتفضل بتعالج العيان كله كده على بعضه، فبتحتاج تعرف حاجات بيزك كده في كل الحاجات، الفلو ثيرابي، الالكترولايت امبالانس، الكلام ده كله، الحاجات اللي هي الدايابيريز، مش عارف يعني، حاجات جنرال كلها. ودي الحاجات اللي انا هقول لكم عليها عشان دي هتقابلكم في اي حد رايح ان بيشنت، لازم يقابلها. المهم زي ما قلت لكم انا ما كنتش بذاكر قوي يعني هيم اونك، وكنت مخلي يعني الساعتين اللي بذاكرهم في البيت لمذاكره السي اس بس، لانه بامانه كان كل اليوم بتاعي يعني هو يعني يمكن 14 ساعه في النيله المستشفى، وكان ساعتين مذاكره سي اس وساعه مذاكره الحاجات الجنرال ستاف بتاعت الانبيشنت، وساعه بقى اكل وصلاه وكده، والباقي نوم. فالمهم جيت كنت اول 3 اسابيع دول كنت فيهم سافرنج بجد يعني، كنت خلاص يعني مش طايق نفسي، وكنت يعني خلاص على اخري بقى، جايب يعني اقصى مجهودي، وفعلا يعني الروتيشن دي يعني جابت ذا بيست اوت اوف مي يعني بامانه. المهم كنت اول 3 اسابيع كان ادائي مش قد كده، جيت في اخر اسبوع قلت خلاص، انا كنت ساعتها بقى فهمت كل حاجه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، وكنت قلت خلاص اخر اتندنج يعني، كان عندنا هناك كل اسبوع بيجي لنا اتندنج شكل، فقلت خلاص اخر اسبوع الاتندنج بتاع اخر اسبوع ده هو اللي انا هعمل معاه شغل كويس عشان اطلب منه ليتر في الاخر. فالمهم وكنت خلاص فعلا مؤهل ان انا ايه اشتغل كويس في اخر اسبوع، بس للاسف جه الاتندنج دي كانت واحده ست قتلتني في اول يوم. جيت اول يوم حضرت فيه جالنا عيان كان عنده ثرامبس في الابر ارم، في الابر ليمب، و كان الولد ده عنده كمان اميون اللي هو جاب سندروم. فقالت لي، وطت عليا كده في اخر النهار، قالت لي يا محمد ايه رايك، انا مش فاكره حاجه عن الجاب سندروم دي من الميديكال سكول، ايه رايك تعمل لنا بكره برزنتيشن عن الجاب سندروم؟ قلت لها بكره؟ قالت لي اه بكره. قلت لها اه فعلا، ده انا مش عارف ايه، اه I'd love to كده، وانا very interested في الاميونولوجي و I can give you a good presentation وكده، وخدت الطلب ب very positive attitude. بس فعلا البرزنتيشن ده كان يعني مقتلي طول الاسبوع الرابع، فكنت روحت يومها ما نمتش، ضنيتني قاعد بعمل البرزنتيشن ده، ورحت لهم تاني يوم مطبق، وكنت طبعا يعني مش شايف قدامي، وزي ما بقول لكم يعني كان فكنت رايح مطبق ويعني عمال بقى راجع البرزنتيشن في دماغي. وكان حتى السيرفيس يوم ما انا كنت شغال، يوم ما كنت شغال كانت زحمه جدا 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 يعني، ال 14 ساعه دول من 5 ل 7 كنا بنشتغلهم ليترلي كده، كانوا كلهم شغل ما بنريحش فيهم، ودي بيتهيألي هم اللي خلاهم يدوني مور ريسبونسابيلتيز يعني، كانت حاجه حلوه بالنسبه لي ان انا خدت مور ريسبونسابيلتيز
بس عشان هم كانوا مزنوقين وفعلا ما كانش حد فاضي يقول لي انت هتعمل دي ازاي. كنت انا يعني ايه I had to figure out everything by my own، ما حدش قال لي انت بتعمل دي ازاي، فكان بس يقول لي روح اعملها وما يقوليش اعملها ازاي. فالمهم كانت زحمه جدا، وكنت يعني منفوخ في الشغل فعلا، وكان البرزنتيشن ومش نايم. فكان طبعا ادائي بقى في اليوم ده كان مش حلو قوي، وجات لي بقى اللي غظني انها جات لي على اخر اليوم، قالت لي يا محمد خلاص احنا مش فاضيين النهارده، بلاش تدينا البرزنتيشن النهارده، اديه لنا بكره. فقلت يا ماشي، ورحت روحت نمت يعني ساعتين او ثلاثه يا ربي، وصحيت تاني قعدت بقى اكمل اطور في البيزنس شويه، عشان هو كان يعني مش كان البيست يعني برزنتيشن، فقعدت اطور فيه شويه. ورحت لها تاني يوم، تالت يوم قالت لي، قلت لها ماشي هنعمل برزنتيشن ولا ايه، برضه قالت لي لا مش هنعمله النهارده احنا مش فاضيين، هنعمله بكره بتياد النيله. وكان ساعتها تالت يوم ده كان دوري في الكول، كان السكيدجول بتاعي في الكول، فاخدت الكول. والكول كمان حتى ما روحتش بعديه، يعني كان المفروض انت البوست كول ده بتروح بتاخد نص يوم بس وتروح، فانا ما روحتش عشان قلت اكمل واجي على نفسي شويه، وعشان اديهم البرزنتيشن في اخر اليوم. فجت برضه قالت لي مش هتدي البرزنتيشن، فاتغاظت على الاخر بامانه واديتهم لهم في رابع يوم. بقى جه رابع يوم هو او خامس يوم، جه خامس يوم قالت لي خلاص ادينا البرزنتيشن، بعد ما كنت ليترلي كده انا كنت خلاص فقدت الامل ان انا هدي البرزنتيشن ده. قلت لها قلت شكلها مش هتخلينا ادي البرزنتيشن، وكنت منهك لدرجه ان انا قلت يعني خلاص بقى زي ما يجي، البرزنتيشن مش مطور فيه اكتر من كده. واللي غزني ان انا بعمل برزنتيشن هي حتى كانت عماله تلعب في الموبايل يعني، او يعني الله اعلم بترد على ايميلز ولا بتعمل ايه، بس يعني هم فعلا مش عايزينك تعمل برزنتيشن وهمي. ممكن تلاقي الاتندنج اللي طلب منك برزنتيشن مش بيسمع، هو عايز يعرف انك هتعمل برزنتيشن ولا لا، هو ده اللي هو عايز يعرفه، وانك هتاخده باتيتيود كويسه ولا لا. وفعلا دي الحاجه الحلوه اللي كتبت في الايفاليوشن بتاع الهيم اونك، انا خدت الايفاليوشن من ستتي في الاخر، ودي الحاجه الوحيده اللي كتبت كويسه في الـ يعني في الـ في الـ في الايفاليوشن كله، ان انا خدت البرزنتيشن يعني انثوسياستيكلي وكده. لكن بقيه الايفاليوشن بصراحه كان زي الزفت، مش زفت يعني، هو كان افريج تو سوبيريور، بس يعني كان التلتين افريج والتلت سوبيريور. حتى السوبيريور كان في الحاجات اللي هي الهارد وركر، مش عارف البرزنتيشن سكيلز، البروفيشناليزم، الكلام ده. لكن الافريج كانت في الحاجات التانية. وكان يعني ايفالويشن زباله بصراحه، بس انا يعني انا استحقه، انا استاهله اكوردنج تو ماي بيرفورمانس في الاسبوع ده. لكن لو يمكن لو ما كانتش هي ادتني البرزنتيشن كان كنت عملت احسن من كده، وكنت اديت احسن وخدت ايفالويشن احسن. فبصراحه كنت زعلان يعني، كنت زعلان قوي ان انا خدت ايفاليوشن وحش كده. المهم يعني عديت عادي، وقلت خلاص انا ممكن بقى ايه. كان ساعتها بعديها الكريسماس، فكان الكريسماس ده كان الطلبه واخدينه اجازه، فانا قلت دي فرصه كويسه ان انا امد بقى فتره واخد كمان يعني، كان 3 اسابيع كمان. ورحت كلمت البروجرام دايركتور اللي هو بتاع الهيماتولوجي اونكولوجي، والبروجرام دايركتور ده انا كنت اشتغلت معاه في يوم واحد وعجبته. كان كنا في مره قعدت معاه في الكلينيك، وكان الراجل جاب شريحه كده سلايد محطوط عليها بتاعت يعني سي بي سي، اللي هي اللي قصدي اللي هي النيله المانيوال ديف دي، وكان بيقول لي كده خد الشريحه دي بص فيها ايه. فكانت هي كانت شريحه بتاعت هيريديتري سفيروسايتوسس، فبصيت كده فيها، فبص على الار بي سيز ما لقيتش فيها السنترال بالور، فقلت له خد الشريحه دي ما فيهاش سنترال بالور وما فيهاش وفيها ريتيكولوسايت كتير. فقال لي واو ذاتس ا جود بيك اب وكده، وانبسط قوي، مش عارف هو انبسط على ايه بصراحه، بس كان مبسوط جدا ان انا جبت البتاع دي. فرحت كلمته بقى في اخر اسبوع، قلت له ان انا يعني الكوبليه، دخلت عليه بالكوبليه وقلت له ان انا عايز امد برضه. قال لي خلاص ماشي، طالما شوف بس اتاكد ان مفيش حد، مفيش ستودنتس معانا، وطالما مفيش ستودنتس احنا ما عندناش مانع انك تقعد معانا. وبس برضه بقى لما رجعت البيت وفكرت في الموضوع، قلت لا انت فاضل لك اسبوعين على الامتحان بتاعك، اقعد وذاكر بكرامتك، عشان يعني ما تسقطش ولا حاجه في السي اس ولا كده، ويبقى ما نفعتكش الالكتيف دي بحاجه. بس ذا بوينت از ان انت طول ما بتطلب برضو كل ما بيجي لك. واصحابي فعلا اللي كانوا معايا هناك اشتغلوا فتره الكريسماس دي، وخدوا 3 اسابيع تقريبا زياده عن اللي هم كانوا المفروض يشتغلوها. اخيرا للاسف انا ما دخلتش الامتحان بتاع السي اس، اجلته
لأسباب كتيرة، منها كان أكبر سبب إن أنا يعني أندر استيميتد حاجات ما كنتش عامل لها حساب وما سمعتش نصايح غيري. إن هم قالوا لي لما تيجي تبراكتس تايبنج على الكمبيوتر براكتس على كيبورد عادية، مش تعمل براكتس على اللابتوب. فأنا ما سمعتش الكلام وقعدت أعمل على اللابتوب وقلت هتبقى هي هياها. ولما جيت على آخر أسبوع قلت بقى أما أجرب نفسي في الكيبورد، فلقيت نفسي لسه اللي هو لسه يا دوبك بتعلم من جديد، لأن أنا أصلا سرعتي ما كانتش قوي على اللابتوب. جيت على الكيبورد بقى كنت لسه كأني لسه مبتدئ. فالمهم الموضوع ده بالإضافة إلى أنهم كانوا طلعوا لنا أناونسمنت كده، قالوا لنا إن امتحان السي إس هيصعب، يعني مش هيصعب، هنعلي الباسنج سكور. فالموضوع ده برضو كان خوفني شوية، فبصراحة قررت إن أنا أجل، وأجلت الحمد لله. بس يعني the good news is إن أصحابي اللي كانوا معايا هناك واللي هم كانوا طلبة برضو وكانوا أول step بالنسبة لهم دخلوا الامتحان ونجحوا الحمد لله. ف if they can do it you can do it and I can do it إن شاء الله برضو. فبس هما كان في بيني وبينهم فرقين، عشان بس تاخدوا بالكم منهم وتحاولوا تحضروا يعني تاخدوهم لصالحكم. الفرق الاولاني ان هما كان اي حد فيهم كان عمل حاجه في بلده قبل ما يجي، لا اما بقى كان مثلا قرا الفيرست ايد مره، خد كورس، عمل براكتس، ظبط التايبنج عنده بقت مش مشكله بالنسبه له. فكان كل واحد فيهم عمل حاجه، انا ما كنتش عملت حاجه خالص. ودي كانت affected me يعني جامد، يعني ان انا كنت لسه حتى بفيجر اوت وات از ذا سي اس يعني. المهم تاني حاجه الاتيتيود بتاعهم، كان هم بصراحه الاتيتيود بتاعهم اللي هو انا هخش الامتحان ده يا قاتل يا مقتول، يعني انا هخش يعني انجح اسقط بقى مش مشكله. بس انا كنت لكن انا كنت بدور على البرفكشن، وده بصراحه يعني ما ينفعش مع سي اس، اللي هو البرفكشن ده عايز تبقى بيرفكت مش هينفع، يعني هتفلق منك في حاجه لازم، لان هي حته التايم كونسترينز في الانكاونتر دي لازم تفلق في حاجه. فالمهم الحمد لله اجلت الامتحان ورجعت مصر، وهير اي ام شيرينج ماي اكسبيرينس وذ يو. بس كده انا هوقف شويه، احنا خلصنا الجزء بتاع ماي ستوري ده، انا عارف ان انا طولت عليكم، بس هوقف ونبدا فيديو جديد اللي هو هنكمل فيه إن شاء الله. يلا باي، سلام عليكم.